اول شيء بدنا نقول يا ميت اهلا وسهلا بالفنان كرم شعراني معنا عبر ليالينا. خلي لي اياك يا رب، اهلا وسهلا فيكم. يعني اول السؤال يمكن يكون غريب شوي، قديش اشتقت لي استاذ كرم مع انه كثير صرنا زمان عم نظبط نشوفه؟ اشتقت لك كثير كثير وفي القلب لوعه. دخيل قلبك. نحن اليوم موجودين بالعرض الاول لفيلم الرحله 17. ما رح اقول لك شخصيتك ولانه فايتين نشوف الفيلم، شو شعورك؟ انت كنتوا عم تصوروه فتره كثير طويله، صار لكم مصورينه قبل سنه ونص اتوقع تقريبا. فيعني اليوم انت لما تصوروا فيلم وينعرض بعد شهر من تصويره بتكون عندك حماس، بس هلا انقتل ولا بحماس اكثر؟ لا طبعا، لا اكيد ما بينقتل. اي شيء انت دائما عامله دائما بيكون عندك الحافز، كل ما زادت المده كل ما زاد هذا الحافز لانك تشوف الشيء اللي انت عامله. هذا الشيء العادي، فكيف اذا انت عامل شيء بيسطر ملاحم بطوله، ملاحم ابطال الجيش العربي السوري، انت عم تنقل شخصيات اليوم، شخصيات من لحم ودم. يعني اليوم انا بتشرف، وانا بالنسبه لي يعني هذا خلص، هذا سي في انه انت اليوم عملت شخصيه حقيقيه لبطل من ابطال الجيش العربي السوري اللي هو الضابط اللي اسمه المقدم شادي. يعني هذا شيء لحاله مدعاة للفخر يعني، فما بالك بقى اللي انا نازل شوف وعين على الفيلم وعين عليه لشوف هذا اللي نقل شخصيته صح، نقله ولا ما نقله صح. حلو كتير هذا الكلام، اكيد هلا بدنا نتمنى لكم التوفيق في اثناء عرض العمل. علي المعغوط، شو ممكن توصفه بكلمتين لانه انت اشتغلت معه فتره طويله بتصوير هذا الفيلم؟ سالوني هذا السؤال وراح جاوب نفس السؤال. علي المعغوط ان شاء الله راح يكون رقم كتير كبير ورقم كتير صعب بالسينما السوريه والعالميه اذا الله راد. اكيد بدنا نتمنى له هذا الشيء. اليوم اي فيلم عم ينعرض بسوريا سواء افلام استاذ ايمن زيدان، افلام جود سعيد، هي تعرض بالمرحله الاولى هون وبعدين عم تطلع تشارك بمهرجانات برا. اليوم في خطه لهذا الموضوع انت بتعرف فيها او لا؟ والله هي نحن ما لنا كثير مسؤولين عنها لانه هي خطه مؤسسه بقى، المؤسسه وشيء خاص بالمخرج ذات نفسه، يعني هو شو بده يطلع على مهرجانات بالاتفاق مع المؤسسه. يعني ما نذكر اي خطه قدامنا بخصوص هذا الشيء. ما بعرف قديش المهرجانات بقى، انت بتعرف الوضع الحالي والوضع السياسي اللي نحن فيه، ما بعرف قديش هدول المهرجانات هن قادرين يستوعبوا هي القصه اللي هن صعبه عليهم. يعني قصه لما بدهم يشوفوها راح يشعروا بشوكه بالحلق، فما بعرف قديش بيتقبلوه بمهرجاناتهم. يعني حلو هذا الكلام كرم. هلا رح ننتقل لشغله ثانيه غير فيلم الرحله 17. انت كنت زعلان من الاعلام الفتره الماضيه وما عم تطلع لقاءات، من خلال متابعتي لحساباتك على السوشيال ميديا ومن خلال حديثنا الخاص. اليوم رضيت ولا لسه في هيك زعل ومن شو؟ والله لأقول لك شغله، لما الواحد بيزعل من الاعلام اكيد. هلا انا قبل ما ادخل معهد علي فنون مسرحيه كنت عم بدرس بكليه الاعلام ووصلت للسنه الثالثه. لما بتشوف الاعلام الغير المهني فانت بتضطر انك تقاطعه، وللأسف اليوم الإعلام بنسبة منيحة صارت عمل من ليس له عمل اليوم حقيقة. يعني إذا بدنا نحكي الحقيقة اليوم صارت عمل من ليس له عمل، فأنت بعود خلص. يعني سياسة النقي بالنفس هي أفضل ما أنه أنا فوت بهي العلاجات وفوت بهي السجالات وواو ليش، وتعرضت لموقف يعني موقف يعني معيب من احد الصحفيين الاعلاميين، فاضطريت اني ابعد. لك رضيت، هي ما انا مساله رضا وزعل، هي مساله قديش اليوم قديش هذا الصحفي مهني. يعني انا لما بطلع مثلا مع عبوده قديش عبوده مهني، انا بده يكون عندي خلفيه عنه. ما بطلع مع اي شخص، ما بطلع مع اي حدا، بده يكون عندي خلفيه عن هذا الصحفي او هذا الاعلامي اللي عم يعمل معي اللقاء. هي بكل بساطه ما هو نوع من الترفع، لكن هذا ابسط حق من حقوقي. مثل ما انا عم بتصرف بمهنيه وجاوب بمهنيه، من حقي ومن ابسط الحقوق اللي بده يحاورني يكون يمتلك اقل، يعني اقل درجات المهنيه بهذا الشيء السامي اللي اسمه الاعلام او الصحافه. حلو هذا الكلام كرام. هلا رح نروح لحاره القبه، انت جزء من هذا المشروع واكيد معني باللي عم يصير فيه. زعلت انه راحت سلافه معمار وشو كنت، يعني شو كنت حاسس انت لما عم يصير هاي التغيرات الكثيره ويعني اعتذار السيده امل عرفه ورد قبولها وقصه المصاري، شو كنت حاسس بهي اللحظه؟ والله العظيم ليك، هلا اول شغله انت لما بتحكي عن فنانه بوزن المدام سلافه معمار فانت اكيد بدك تزعل ان كنت مشارك بهذا المشروع، ان كنت جزء منه ولا ما كنت جزء منه، لانه هي خساره كبيره بكل ما تعنيه الكلمه. لكن يعني انت اليوم ما بتعرف شو الظروف اللي ادت لهذا الشيء. يعني انا حقيقه انا ما بعرف ليش هي اعتذرت، انا بعرف انه اعتذرت بس ليش اعتذرت انا ما عندي اي علم.
الشيء اللي عم يصير انا ما بعرف فيه لانه حاليا عم يتصور الجزء الثالث، انا دوري للجزء الثاني بيخلص بالجزء الثاني، بالجزء الثالث ما عندي اي علم لا بكواليسه ولا اللي عم يصير ولا اي شيء والله. فانا بتمنى لهم التوفيق وبتمنى المسلسل يكمل لانه هو يستحق، حقيقة يستحق الجهد اللي شفناه والتعب اللي شفناه مع الشباب اللي كانوا وقت اللي والمدام رشا والشباب الفنيين كلياتهم والفنانين، يعني حرام يروح هذا الجهد. إذا كان في خلافات شخصية أنا لا ما عندي علم، ولكن عم بفترض إذا في خلافات شخصية إن شاء الله ما يكونوا يعني عامل بمحي تعب هالشباب هدول وبمحي المشروع هذا. بما أنه أنت قلت لي أنه في خلافات شخصية وبما أنه كنا قبل شوي عم نحكي عن الصحفي المهني، رح حاول قدر المستطاع أكون هذا الشخص هلأ وقول لك كيف علاقتك مع كندا حنا؟ في صداقة بيناتكم؟ ممتازة جدا. وعلاقتك بالسيدة رشا شربتجي؟ ممتازة جدا جدا. حلو هذا الكلام. نحن شفنا الفترة الماضية الخلاف والسجال يلي رجع جدد بعد لقاء السيدة رشا شربتجي مع رابعة الزيات ببرنامجها، وصار في خلاف مع كندا حنا وكندا حنا ردت. اليوم الفنان كرم الشعراني ممكن يكون واسطة صلح بيناتهم وعبر كاميرا ليالينا يقول انه انا بدي صلح بيناتهم؟ هلا اول شغلة اذا بقول لك والله العظيم انا ما عندي اي علم عن هذا الخلاف، صدقا بالله ما عندي اي علم عن هذا الخلاف، ولكن يعني قامة كبيرة مثل قامة المدام رشا وفنانة كبيرة مثل الفنانة كندا حنا، بتمنى يعني انا بكون مبسوط من كل قلبي لما بشوفهم مجتمعين ومتصالحين، والله يعني الله لا يخلي زعل وان شاء الله هيك الصلح بيرجع. وصدقني المدام رشا قلبها كبير وطيبة وكندا هيك كمان طيبة كتير، يعني فاتنين طيبين، فصدقني هذا الشيء ما راح يدوم يعني عاجلا ام اجلا راح يرجع وراح يتصالحوا. المدام رشا هي حدا كتير مهني، يعني اذا ما كانت كندا معها باعمالها هذا لا يعني انه هي بتكرهها او في شيء اي حقد تجاهها، يعني عرفت كيف، هذا لا يعني الشيء بالمطلق، ولكن اكيد راح يرجعوا اصدقاء. لانه انا تماما باول عمل لي بعد ما تخرجت مع معهد علي فنون مسرحيه اللي هو كان ولاده مخاصر الجزء الثاني، انت ما بتتخيل كميه المحبه اللي كانت وكميه الود بين كندا وبين المدام رشا، يعني ما لا تصدق، يعني في شيء انا كنت اشوفه قدامي يعني انا لو ماني شايف عن جد بتحسه غزل بين حبيبين، يعني على كتر ما علاقته الراقيه وممتازه. يعني كرم طولنا عليك، بسؤالنا الاخير شو عم تحضر الشغلات جديده مشان نخبر فيها جمهوره؟ والله حاليا شيء رسمي ما فيني اعلن عنه لانه لساته طور النقاش. خلصنا الجزء الثاني من المقابله مع السيد ادم وخلصنا الجزء الثاني من حاره الاب جاهز للعرض، وان شاء الله يا رب الجاي اكيد راح نكون اول باول معكم ان شاء الله يا رب. بدنا نتمنى لك التوفيق كتير يا كرم، ونورتنا عبر ليالينا، ميرسي. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا.